شوارع المحلة ياما ظهر مواهب وياما تألق نجوم. من 56 سنة ناشئ صغير قرر يكون حارس مرمى غزل المحلة، دخل قلعة الفلاحين وعمره 13 سنة علشان يكون واحد من النجوم الكبار في النادي الكبير. نجمنا النهاردة الكابتن عبد الستار علي، حارس مرمى غزل المحلة في السبعينات، واللي لعب مع نجوم وأساطير زي السياجي والشناوي والسعيد عبد الجواد وعبد الرحيم خليل وعماشة وحمامة وحنف هليل وعمر عبد الله وعبد الدايم ونجوم تانية كتير. عبد الستار علي اللي عشق الصفارة من صغره وأصبح حكم لكرة القدم وهو لسه لاعب، واستمر في التحكيم 25 سنة كاملة، منهم 8 سنين بالشارة الدولية، وعاصر علامات ورموز في التحكيم المصري. في رد الجميل بنزور الكابتن الكبير عبد الستار علي علشان نقول له شكرا على المشوار الطويل.